أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد ونطل عليكم من جديد للحديث عن الدور التنموي للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نقول طلبتي بأن دور الجيش لم يقتصر على الدور العسكري المتمثل بالدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان عنه وما حققه دوما من الدور الكبير بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في أزماتهم، بل تعدى ذلك إلى الدور التنموي المتمثل بدفع حركة التنمية والمشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، ولم يغفل عن الدور الإنساني، فكان له نصيب الوافر بشهادة القاصي والداني. نقول طلبتي بأن في المجال الصناعي تدعم القوات المسلحة الجيش العربي القطاع الصناعي في المملكة عن طريق تقديم خدمات فنية لصيانة الأجهزة والمعدات، إنشاء العديد من المصانع والمشاركة في المعارض التي تقام داخل الأردن وخارجه. أيضاً من حيث التعليم، تسهم مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات في تقديم الخدمة التعليمية والتثقيفية لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني عن طريق توفير التعليم المجاني للمدارس والثقافة العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة. في المجال الزراعي والري أيضاً الجيش له دور كبير بذلك. نقول بأن له دور كبير في المجال الزراعي ومجال الري، حيث تعمل القوات المسلحة الجيش العربي عن طريق سلاح الهندسة وبالتعاون مع الوزارات المختصة على تنفيذ عديد من المشاريع، منها إنشاء السدود، استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية، العمل على الإنقاذ خلال فصل الشتاء، الثلوج وغيرها، ومن خلال المركز الجغرافي الملكي الذي يقدم من خلال إصدار الخرائط والمخططات بآخر إصداراتها. أيضا لا ننسى عن الدور الإنساني الذي يقوم به الجيش الأردني من خلال قيادته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية في مهام حفظ السلام الدوليين، مما ينعكس لرسالته وإيمانه بالدور الإنساني النبيل للجيش العربي الذي أصبح نموذجا في العطاء الذي تجاوز حدود للوطن وكانت سمعته طيبة جدا. هذا طلابي مجمل حديثنا عن الدور التنموي الذي يقدمه الجيش العربي. سيكون لنا لقاء بإذن الله في الأسبوع القادم للحديث عن الأجهزة الأمنية بمختلف أقسامها، سواء من عام دفاع مدني، درك، مخابرات وغيرها من الأجهزة. دمتم برعاية الله طلابي، على أمل اللقاء بكم بإذن الله.